رغم كونها أكبر دولة في العالم، ما زالت أمريكا هي البلد الوحيد الذي لا يحق فيه للمرأة العاملة الحصول على إجازة مدفوعة بعد الولادة، عكس دول غربية أخرى. ففي كندا مثلا تحصل المرأة العاملة على إجازة مدفوعة لعام كامل، وتمنح المرأة بعد الولادة في بريطانيا إجازة تصل لثمانية أشهر وأكثر. وفي مصر تصل مدة إجازة الأمومة إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، أما في أمريكا فلا إجازة مدفوعة للأمهات وفقا للقانون الفيدرالي. ففي عام 1993 وقع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قانون الإجازة العائلية والطبية في الولايات المتحدة، ومنح القانون المرأة العاملة لأول مرة إجازة بعد الولادة ولكن غير مدفوعة الأجر، على ألا تتجاوز مدة هذه الإجازة 3 أشهر للعاملين في الحكومة أو في شركات بها 50 موظف على الأقل فما فوق. لذلك تعاني كثير من السيدات الأمريكيات بسبب ذلك وتقعن في حيرة كبيرة. ففي الوقت الذي تزيد فيه أعباء الأسرة بولادة طفل جديد، تضطر العائلة لفقدان مصدر أساسي للدخل في الفترة التي تغيبها الأم عن العمل، وهو ما لا تتحمله كثير من الأسر، فتضطر المرأة للعودة إلى عملها بمجرد تعافيها صحيا. إلا أن ذلك لا يخلو من متاعب تشرحها إيمان لطفي الأمريكية من أصل مصري. As a first time mom طبعا I felt very guilty إن أنا حطيته في داي كير like من هو عنده 5 أسابيع، يعني ما أخدش الوقت الكافي إنه ولا أنا ولا هو، حرام إنه الرضاعة والمذر كير والاتنشن المطلوب من الأم، يعني ما كانش للأسف ما قدرتش أوفره له، لأن ما كانت ظروف شغلي، كنت لسه ماسكة شغل جديد و I didn't want to يعني hurt الكارير معاهم، ف I had to do what I had to do. فهو للأسف كان ظروف كان لازم يروح وهو عنده 5 أسابيع الديكير. It was a home daycare which was good يعني. لا تستطيع المرأة الأمريكية عادة ترك أطفالها في رعاية الأم أو الحماة أو غيرهم من أفراد العائلة، فالمجتمع الأمريكي يقوم على استقلال الأبناء عن العائلة حتى من قبل الزواج أحيانا، ولا يكون أمام الأم سوى إيداع الأم رضيعها في مراكز الرعاية الصباحية أو الحضانات، وبالإضافة إلى ما يمثله ذلك من متاعب للأمهات والأطفال على حد سواء، فإن الكلفة المادية قد تتعدى نصف دخل الأم، خصوصا مع وجود أكثر من طفل. بالنسبة للتكلفة، أول لما ابتديت داي كير مع ابني كان هي الهوم داي كيرز بتكلف $1,000 تقريبا في الشهر، في ناس بتاخد بالأسبوع، في ناس بتاخد بالشهر كله على بعضه على حسب يعني الداي كير والناس اللي شغالة هناك، فهي دي الكوست. That's a disadvantage of working, of being a working mom. هذا هو الثمن الذي تدفعه الأمهات الراغبات بالأمومة في أمريكا، فيجب عليهن أن يعملن لتأمين مستقبلهن الوظيفي وينجبن بنفس الوقت. شاركنا برأيك، هل ظروف المرأة العاملة في بلدك أفضل من ظروفها في أمريكا؟